السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونهار كبير عبد الحاج. يا مرحبا بك أخويا كمال. والله إلا فرحان وخطا وغير ما تقطعش فيا الخطا ودي عبد الحاج. نهار كبير هذا ما تقطعش. أهلا وسهلا بك أخويا. كي داير الثور وليدات بخير. تحية لك والأخي سامي وجميع المستمعين وجميع المغاربة خوتنا المسلمين في المكان. يا مرحبا أخويا. ونهار كبير هذا ودي عبد الحاج. هذا كنتمنى نتواصل معك ونتمنى منك شي دعوة بعد الوالدية الأولى راه الله يشافيه والوليدات اللي عندي. أنا مرحمنا. مشرفين أمولي مشرفين. واني دابا حاليا واحد من مراكش. يا مرحبا بك اخويا. ودي عمي الحاج عندي ربعة الوليدات نتمنى منك واحد الدعوه ديال الخير يا رب. وانا كنت فرحان وجاب الله واحد السبب باش انا دابا هزيت وليداتي وهاجرت واخا الله اللي عالم بيا. لا اله الا الله خويا. الله يفرج عليك. الله يفرج عليك. امين ودي عمي الحاج. وحنا شادين في وليداتنا هلا يفرق بيننا وبينهم وجميع المسلمين ونطلب ربي الله يفرج عنا والجميع. اللهم امين مولاي. اللهم امين اخويا. دام من الحاج كنت تما وجاب الله واحد شويه الرعده وواحد الطريق كان يصايبو فهو يتحز لي الماء طاح لي الحايط ديالي وتشقوا لي البيوت وزيدوا وليدات. ودام من الحاج الله جد رمى عندي ودابا ايه كاريبي من ربعه الوليدات ونترجى الله انا طامع في الله سبحانه. يا ربي يا ربي يا كريم لا اله الا الله. وخاطر هذوك المسؤولين هامرين انهم جاو حتى لعين المكان وجابوا داك الشيء تيقولوا واخا ونترجى الله ودام من الحاج. دابا سي كامل الرعده هي هدمت البنيان. ايوه هما ثاني كانت واحد الطريق كيصايبوا فيها. اييه. وداروا داك التراب تحبس تخلي الدار عندي داك الماء جات هذيك حابس انه ما كانوا ضاربين داك الشيء بالدروة الماء تما هو تحبس تخلي. واتصلت بالمصالح ديال الجماعة وديال القيادة ما دخلوش. جا الجماعة جا الرايس جا العامل جاو كلهم الله يطولنا عمرهم وشافوا داك الشيء وصوروا وقيدوا الشرط من هي انا ودي عمي الحاج. باقي مازال ما جاوبوك. والو انا شتا عيد جات مع دخول المدرسه والوليدات الله الا هزيتهم قدك وزيد درت لهم انتقال بواحد الصعوبه وعندي وليدي قرا ثاني في الطران في الدور دابا كاري ويجيب الله الا لقاوته غادي الحمد لله. انا ما غاديش نطلق باسمه واني عاش الملك والله يخلي لينا وعاش بلادنا غادي ربي يشوف ويجود هما داك الشيء راه على اصله راه كل شيء في عين المكان. وسي كمال رجعتي للعمل المصالح ديالها وسولتيهم؟ سوا حاليا هضرت مع الرئيس ديالنا هاك السيمانه قال لي داك الشيء راه غادي تطلب عوض. قلت له سالت الرئيس الله يجازيك راه غادي ربعت الوليدات ما قالش نخليهم نشردهم ولا نهجرهم ولا بغيت نمشي نمرمدو الوليدات زوينه ما نقدرش نمرمدهم وانا يتيم. الله يفرج عليك اخويا كمال. الله يفرج عليك. نترجى الله ودعم الحاج. دابا راه الدار طايحه راه البيوت اللي عندي تما احنا ما كنبغيش خدمك وانا قلت لك شتا هي اللي جبت انا كريت بهم هنا ودرت لهم انتقال وانا وياهم كنضارب عليهم. الله يفرج عليك اخويا. الله يفرج عليك يا رب يا كريم. الله ينورك بنور الله. وراهم جاءوا سادة العامل جاءوا كلهم لعين المكان شافوا راه جماعة طلوح دوار ولاد سعيد. اييه دوار ولاد سعيد. اييه دوار ولاد سعيد جماعة طلوح كمال راه معروف جاءوا حتى للدار وشافوا داك الشيء صوروا ودخلني سادة العامل جاءوا دخال وجاء السلطة جاء الرايس. الله يصوب يا رب يا سي كمال. الله يصوب امين. وجات مع دوك المدرسه تما والسمار في التعيت وزيت الوليدات ودي الحاجه جبتهم. واش انت اللي وقع لك هذا المشكل ولا حتى الجوار ديالك؟ لا انا صافي واحد الناس فوق مني انا فتاني في الدوار تشق لهم البيوت ديالهم هما تا واحد جيت الناس تما طاحوا اليوم. يا ربي الله يلطف اخويا. الله يلطف الله يرزقك امين. ودي عمي الحاج قلت لك تنضل فوق بهم والله يجازيك لما عن النمره ديالي وانا الله يخليك الصحه والوليدات خوذها باش تعيط لي بالنظر معاك ودي واحد الوالد توا مريض الله يشافيه يا رب الجميع. واخا اخويا كمال ياك في الاخر عندك 69 ياك؟ اي الله يجازيك ودي عمي الحاج من ما قلت لك دابا انا اربعة الوليدات هزهم ودي عمي الحاج وتتعرف المصاريف والوقت كي دايره وانني كنت انا السكن ديالي الدار مع الوقت بشوي بشوي كونت هذاك البيتات و يا ربي يا كريم. وما تقدروش نتخلوا على الوليدات الله يجعل سيدي ربي يسال الجميع. يا ربي اخويا كمال. الله يفرج عليك. الله يفرج عليك. شكرا لك اخويا كمال. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. للاسف الشديد هذه الظواهر كتوقع كثيره. ياما كنسمعوا شكايات ديال المواطنين في مختلف المدن المغربيه وفي القرى ربما كتكون امطار ديال الخير
عندها بعض الـ الـ بعض الـ الـ الهوامش ديالها ما نقولوا عندها كوارث، كنقولوا هذاك اثار ديال امطار الخير، راه عم الخير على الجميع، وفاضت السدود وعمرت البيار وتسقت الارض، ولكن كان معها واحد الاثار بعض الناس ربما كان لهم سبب سلبي بالنسبه اليهم. فهذه الظواهر ديال تصدع الجدران ديال البيوت، او بعض البيوت وقع لها فيضان في الاسفل وكيضرب لها السواري ديالها، حتى في المدن هادشي كثير كيوقع. فالاول كيخرج للسلطه المحليه كيدير واحد المراقبه، كيدير واحد المعاينه، ولا سولتيهم قلت لهم السيد راه باقي مازال ما قدمتوش ليه المساعده، اش غادي يقولوا لك؟ غادي يقول لك عندنا سلم الاولويات. كتلقى بان المجموعه ديال المتضررين في النفوذ الترابي، في مجموعه ديال الساكنه، هذا وقع لي كذا، هذا وقع لي كذا، الا مشيتي دخلتي الوسط ديال المسؤول والمكتب ديالو غادي يلقى لك بان عنده ملفات كثيره، غادي يقول لك عندي اولويات، راه هذا وقع لي وهذا وقع لي وهذا وقع لي، وكنبدا بالاولى بالاولى، باقي ما وصلت لهذا. ثم كيقول لك المشكل الثاني اللي عندنا من غير الاكتضاض والكثره ديال الحالات هو مشكل ديال الميزانيه. في الميزانيه كنلقاو دائما كينتظروا الدوره، كل مجلس عنده دوره، والدورة كتكون شهر، وبعد ما كتكون الدورة كل 3 أشهر أو 4 أشهر، فكينتظروا التصويت على الميزانية باش يقدر يخرج ديك الميزانية ويقدم المساعدة. لكن هذا لا ينفي خاص لابد يكون عندنا في بلادنا ما يسمى بصندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ بحالك علمونا جداتنا وعماتنا وخالتنا اللي كانوا أزمان، عندهم كتدخل لك المرأة المغربية عندها السرة ديال الطوارئ، راه عندها المصروف اليومي، ولكن كتلقى ديما مخبيه ديوار الزمان الطوارئ، ملي كتنزل واحد الطريقه شي مرض الله يحفظنا واياكم، شي موت على بغته او شيء من هذا القبيل، كتلقى عندها هذيك السره ديال الطوارئ كتقضي بها الاغراض ديالها. حتى الجماعات والعملات والمؤسسات لابد ان يكون عندهم صندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ ملي كيوقع واحد الكارثه بسبب الفيضانات او بسبب الامطار الغزيره او بسبب من الاسباب الطبيعيه، فكندخلوا بداك صندوق الطوارئ وكيقضيو الغرض، والا كيقدر يكون المسؤول، كاين بعض العمال وبعض الرؤساء كيعتمدوا على قضيه اخرى من غير الميزانيه المحليه، وينتظر الدوره تعاود دير المجلس باش يصوتوا على الميزانيه. كتلقى هو عنده شبكة علاقات، كتلقى بعض المسؤولين في السلطة المحلية عنده شبكة علاقات، كيقدر يحرك الهاتف ديالو كيتكلم مع هذا المقاول، كيتكلف مع هذا السيد التاجر، كيتكلف مع هذا من الأعيان، وكيقضيو الغرض كيقضيو. كاين بعض المسؤولين تبارك الله عندهم هذه القدرة مذهلة، أنه كتوقع المشكلة دير هو شبكة علاقات، علاقات مع هذا، مع بعيد عن الانتخابات، هو كيدير هذا العمل لانه من باب المواطنه ومن باب التضامن ومن باب وضع اليد في اليد. شبكه العلاقات كيقضي بها الاغراض كلها، كيقدر يقضي، ومن بعد نهار يجي يدور المجلس ودور الدوره ياخذ من هنا ويعطي لهنا ويرد هذا لهنا، المهم كيقضي غرض وكيسر بدغيا. وهذا هو الفعالية التي نادى بها صاحب الجلالة كثيرا في خطاباته، أن الإنسان كيحاول يكون فيه فعالية وكيكون فيه السرعة في تنفيذ بعض الأمور. فأسأل الله الواحد الأحد سيدي كمال الله يفرج عليك أخويا، نطلب الله تعالى يفتح لك ولينا شباب ديال الخير. أنا الرقم ديالك هو عندي، وغنسعى إلى إيجاد شي حل من الحلول. هو كثير كنتلقاو هادشي كثير حاليا، بزاف الطلبات كيجيو عندنا حنا للاذاعه كيقول لك ناس حكومه عليهم بالافراغ، او ان في الدار البيضاء عندنا مجموعه مدن عتيقه او دوائر ديال المدن العتيقه التي تصدعت بنيانها، وهي الله يسترنا واياكم آيلة للسقوط. فكينتظروا التدخل ديال المسؤولين. المسؤولين كيقول لهم عندنا داكشي كثير 50 60 عائله، الميزانيه ما غتكفيش حال الساعه، فكيكونوا اهل الخير كيتعاونوا فيما بينهم، وربي كيفرج. يا ما ربي سبحانه وتعالى كيفرج وربي كيسهل. ونسال الله تعالى ان يحقق الرجاء وان يفتح ابواب الفرج بفضله وجوده وكرمه. اللهم امين يا ربي يا كريم.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.